السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم عائلة الغالية معكم أخوكم رياض لتربية طيور الزينة في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على نبات الأزير أو إكليل الجبل ومدى أهميته للطيور وطرق استعماله ولكن بشكل مختصر ومفيد فعلى بركة الله فالأزير أعزائي الكرام شبيب نبات الزعتر وهو من النباتات الجبلية العطرية وقد أثبت جدارته في الوقاية والعلاج من مجموعة من الأمراض التي قد تصيب طيورنا وذلك لاحتوائه على عناصر مهمة سواء تعلق الأمر بالفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين ب واحد وبي اثنان وبي ثلاثة وبي خمسة وبي ستة وفيتامين أو زائد الأملاح المعدنية مثل الكالسيوم والنحاس والزنك والحديد وغيرها بالإضافة إلى الماء والكربوهيدرات والبروتينات بكمية وفيرة والألياف النباتية والزيوت مثل زيت الكافور والسينيول وهذا فيما يخص مكوناته أما عن فوائده ودواعي استعماله للطيور فهي عديدة يكفي أنه يحمي جسم الطائر من السموم والطفيليات والبكتيريا والديدان ويقوي جسمه أيضا ضد السرطانات والأورام بالإضافة إلى أنه يعزز نشاط وعمل الجهاز العصبي والهضمي والنفسي زائد إلى طرده للغازات ومحاربة انتفاخ البطن والتشحيم كما يضبط الدورة الدموية ويمنع تختر الدم ويعطي لريش الطائر القوة واللمعان خاصة في مرحلة القلش كما يحمي الكبد ويصفح حنجرة الطيور ويقوي ذاكرتها خاصة الطيور المتكلمه كالببغاوات بالاضافه الى انه مفيد لعلاج السعال والبرد والامساك وعسر الهضم بالاضافه الى مجموعه لا تحصى من الفوائد والاستعمالات تجدون رابط حلقه مفصله عنه ساتركه لكم في صندوق الوصف لمن اراد التعمق اكثر ثم ننتقل للحديث عن طريقة استعماله وتقديمه للطيور وهي متنوعة حيث يمكن تقديمه على شكله الطبيعي وذلك بعد غسله جيدا بالماء بالإضافة إلى أنه يمكن سحقه وتقديمه مع الخلطات كالباطي والبيض المسلوق والخضر والفواكه مع وضع القليل من زيت الزيتون كما يمكن كذلك وضع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الأزير في مشربية الطائر وذلك لمدة 24 ساعة صيفا و 48 ساعة شتاء بالإضافة إلى كل هذا يمكن أيضا غلي من لتر إلى لتر ونصف من الماء وبعدها نزيل غطاء الإناء ونضع من ثلاث إلى أربع عروش في الإناء ونتركه حتى يبرد وبعدها نصفه ونقدمه في المشربية للطيور وكل هذه الطرق تقدم للوقاية من مرة إلى مرتين في عشرة أيام وللعلاج من ثلاث إلى سبعة أيام متتالية وبهذا أعزائي الكرام نكون قد انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم فعلى أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة لا تنسوا الاشتراك في القناة لمن لم يشترك بعد والإكثار من زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد وشهية طيبة وشكرا